في أول ظهور له تحت أنظار أنصاره، بحث سريع غليزان عن تحقيق أول فوز له، وكان ذلك على حساب الضيف مولودية سعيدة. اللقاء الذي أداره بامتياز الحكم إبرير رفقة مساعديه استهله السريع بتسديدة جوميدي التي انتهت بين أحضان الحارس السعيدي بوهد الصديق. خطة مصيدة التسلل التي اعتمدها أشبال مصطفى السبع أتت أكلها إلى غاية الدقيقة 25، كرة ثابتة منفذة بإحكام من دراج محمد تجد رأس عايش محمد مانحا التفوق لأصحاب الأرض. رد السعيديين كان بمحاولة افتقرت للجدية اللازمة، وانتظروا حتى الدقيقة 40 إثر هفوة دفاعية حكا الرياض يوقع على هدف التعديل لصالح الضيوف مولودية سعيدة. مع بداية المرحلة الثانية سريع كان سريعا، كرة ثلاثية بين فؤاد علاق لمحمد دراج الذي يفتح بدوره للمستقدم الجديد هاشم نور الدين الذي يميل الكفة مرة أخرى للسريع. أشبال شريف حجار وصلوا على النسق ذاته، دراج يهدي كرة على طبق لرحال لكنه يخفق في ترجمتها إلى هدف ثالث، حدث ذلك في الدقيقة 70. 7 دقائق بعد ذلك دراج محمد وبعد أن منح كرتي الهدف لزملائه، هذه المرة يبلغ الشباك بعد خطأ من الحارس بوهد الصديق. 3-1 هي النتيجة النهائية للمباراة التي سارت وسط ظروف تنظيمية محكمة وروح رياضية عالية داخل وخارج المستطيل الأخضر.